صناعة رسوم متحركة لخرائط حربية، مثلاً تلك التي نشاهدها في الوثائقيات أو الأفلام السينمائية. لكن توقفت لأنك تظن أن الأمر يتطلب برنامجاً معقداً مثل After Effects. لا تقلق، أنت لست وحدك الآن، أنا هنا من أجلك. في هذا الفيديو سأكشف لك خطوة بخطوة كيف تصنع أنيميشن متقدماً لخريطة حرب باستخدام التطبيق المجاني CapCut بدون برامج مدفوعة وأيضاً بدون خبرة سابقة. سنبدأ من الصفر. أولاً، كيف تحصل على خريطة أصلية بجودة عالية؟ ثانياً، كيف تضيف تحريك الطائرات بأسلوب سينمائي؟ ثالثاً، كيف تدمج الأعلام وتبرز المناطق الاستراتيجية؟ وأخيراً، كيف تحول الخريطة العادية إلى مشهد بصري يحبس الأنفاس؟ هذه التقنية مثالية لصناعة المحتوى التاريخي، الوثائقي، أو حتى لمن يعمل على مشاريع مدرسية أو إبداعية. وإذا كنت قد وصلت إلى هذه اللحظة من الفيديو، فتارك يعني شيئاً واحداً، أنت جاد فعلاً في تطوير مهاراتك. لكن صدقني، ما شاهدته اليوم ليس سوى البداية، وسيكون من المؤسف أن تفوت كل هذا لمجرد أنك لم تضغط على زر الاشتراك. دعونا نبدأ في الشرح. أولاً، اذهب إلى أي متصفح لديك وابحث على جوجل Art Studio واضغط على أول رابط، وبعد ذلك اضغط على أيقونة Blank Project، ومن هنا يمكنك وضع اسم للمشروع. ومن أيقونة البحث ابحث على أي موقع تريد. وإذا كنت تريد أن تأخذ لقطة شاشة للموقع يمكنك ذلك، وإذا كنت تريد تحميل من الموقع فاضغط على هذه الأيقونة. والآن حصلنا على الموقع الذي كنا نبحث عنه، ولنقوم ببقية التعديلات نذهب إلى موقع فوتوبيا. بالمناسبة ستجدون كل الروابط المذكورة في الفيديو والملحقات في صندوق الوصف. أولاً، عند دخولك إلى موقع فوتوبيا ستجد كل هذه الأيقونات وهذه الحركات. دعك من كل شيء وركز معي، لا تقلق، أنا هنا لتبسيط كل شيء لك. أول شيء، عندما تضيف صورة الموقع الخاصة بك، فقط لتوضيح بعض الأمور الشخصية، دعنا نقول أنها ليست شخصية لأنكم عائلتي وأشارككم كل شيء، لأن بصراحة لدي حاسوب، عندنا العار أن نقول عنه حاسوب لأنه دبابة وليس حاسوب. بالمختصر المفيد، ذهبت لتحميل برنامج لتسجيل شاشة الحاسوب لأتم الشرح، وإذ به يرفض هذا البرنامج، لا أدري لماذا. That's it. سأعاني في المونتاج لكن ما عليكم، الأهم أن تصل المعلومة لكم، وهذا ما أسعى إليه بطبيعة الحال. وأعلنة المصنع، أول شيء عندما تضيف صورة الموقع الخاصة بك اذهب إلى بانتوز أو قلم رسم، وبعدها حدد حواف الموقع الذي تريد بهذه الطريقة، وبعدها اضغط على سيليكسيون، وبعدها أوكي، وبعدها شيب واختر اللون الأبيض من هنا، وبعدها أوكي، ستظهر معك على هذا الشكل، وبعدها اضغط هنا وهنا، وبعدها اضغط على الجهة اليمنى للماوس واضغط على Layer Via Cut، ستظهر معك نافذة Color Fill، اضغط عليها مرتين واختر Autre Glue، وسأختار لون الجلو من هنا، سأختار الأصفر من هنا، وبعدها أوكي، ومن Fill اختار Fill Type من هنا. ها قد انتهينا، لنقوم بتنزيل كل الصور. من Field اضغط على Export Layers، وبعدها قم بإلغاء Only Layers، وأخيراً Export Layers. ستنزل معنا إلى الجهاز على هذا الشكل، فقط نضيف العلم الذي نريد ونضيف الطائرة الخاصة بنا، لنمر إلى أجمل مرحلة التحريك. السلام عليكم يا شباب، معكم ياسين من قناة. أول شيء نضيف كل الملحقات إلى تايم لاين، وبعدها نأخذ أول خلفية إلى تايم لاين بهذه الطريقة، وبعدها نأخذ الثانية. دعنا فقط نضيف هذه تحت الخلفية الأولى على هذا الشكل، ونقوم بتعديلها. نقوم بتعديل مكانها على هذا الشكل، وبعد ذلك نضيف الخلفية الثالثة، ومي أدجست نقوم بتقليل ساتوريشن على هذا الشكل، ونقوم بتقليل إكسبوجر قليلا على هذا الشكل، وبعدها نضغط على الخلفية الرئيسية، نضغط على الجهة اليمنى للماوس، نضغط على كوبي أتريبيوس،
وبعدها على الخلفية الثانية نفس الشيء، لكن هذه المرة على Paste Attributes، وبعدها نضغط هنا ولنضيف أبدل للطائرة على هذا الشكل. نعود إلى فوتوبيا ونضغط على Drop Shadow من هنا ونقوم بتحميلها على هذا الشكل، وبعد ذلك نضيف الطائرة إلى Timeline على هذا الشكل. لنقوم بتعديل التايمران قليلا على هذا الشكل، وبعد ذلك لنقوم بتصغير الطائرة قليلا، وبعد ذلك نضيف Keyframe هنا ونخرج الطائرة إلى خارج الإطار، وبعد ذلك Keyframe وندخلها هنا على هذا الشكل. وبعد ذلك نضيف طائرة أخرى على هذا الشكل ونقوم بنفس الشيء. على هذا الشكل فقط دعني أقوم بتكبير الطائرة قليلا على هذا الشكل، لنجعل كل طائرة في جروب لوحدها من Alt J، والطائرة الثانية أيضا، ولنقوم ب Ctrl C Ctrl V لنقوم بنسخها على هذا الشكل. وليكون التحريك واقعيا أكثر على هذا الشكل، بالأسف هذا ليس مجاني معنا، كما تعلمون في قناة ديكستر كل شيء مجاني. سنذهب إلى إفكت من هنا ونختار هذا الإفكت على هذا الشكل، وليكون أكثر واقعية لنقوم بضغط سبيد على 1، لنقوم بضغط هذا على 30 على هذا الشكل، ولنقوم بنفس الشيء على باقي الطائرات على هذا الشكل. لنضيف العالم إلى التايم لاين على هذا الشكل، لنقوم بتصغيره قليلا وتبطئ مكانه على هذا الشكل، لنقوم بتقليل الأوباسيتي قليلا، وبعد ذلك من أنيميشن نقوم باختيار هذا الأنيميشن على هذا الشكل، وبعد ذلك نضيف الخلفية الأولى على هذا الشكل، من Operation نقوم بتقليل Operation قليلا، ونذهب إلى الماسك على هذا الشكل ونقوم بتعديل الماسك بهذا الشكل. وبعد ذلك نضيف Keyframe هنا ونتقدم قليلا إلى هنا ونضيف Keyframe ثانية على هذا الشكل، ولنقوم بإكمال المشهد سنضيف غيوما على هذا الشكل. تعني فقط أقوم بنزع الخلفية على هذا الشكل، وسنقوم بتعديلها حتى تتلائم مع المشهد أكثر. أخذ مني تعديل الغيوم أكثر من 10 دقائق. أخيراً ها قد انتهينا، ولنضيف طابعاً سينمائياً سنقوم بإضافة هذا التأثير على هذا الشكل، ولنقوم بضبط إعدادته على هذا الشكل. ولنقم بتحديد الكل بهذا الشكل،
وجعله في جروب لوحده من ألت جي على هاتفك، وهذه هي النتيجة.